ما هي استخدامات الكتاب؟ يمكن أن تقرأه، يمكن أن تزين به منزلك، يمكن أن يكون وسيلة لغسل أدمغة الآخرين، يمكن أن تضعه تحت طعامك الساخن، أو أن تقتل به الذباب، أو يمكن أن يكون نقطة انطلاق للنقاش عن مواضيع شيقة ومثيرة للجدل. أهم إصدارات عالم الكتب، الأربعاء 5:30 على شاشة العربية.